اش واقع هو داكشي اللي وقع ما بغيش نهضر فيه. ما عرفتش شنو البنت قال لها راسها نتفاتني مشاعري دونك ما بغيتش نهضر في هادشي حيت تعصبت وعمرها طرات ليا. شوف كاين فرق ما بين قشاب تكوسع وكتضحكي مع الناس وكتبغي الناس، وكاين فرق ما بين انسانه عندنا، كاين فرق ما بين ضحك وكاين فرق ما بين بساله. هذيك بالنسبه لي انا بساله، وشني هذيك بساله؟ انت خدامه كتشطحي مع الناس فرحانه بهم فرحانين بك، تجي واحد الانسه كتجرني من شعري كتنتفني من شعري، شنو هذاك؟ وكيف الاخر وليتي رجعت حيت انا كي قلت لك ما كنبغيش نخسر خاطر الناس جايين على قبلي والناس كيتسناوني يكبروا بيا حتى انا نكبر بهم. واخا يوقع اللي وقع تعصبت كتوقع واحد اللحظه غضب واحد لحظه انفعال، ولكن من بعد بنادم كيتراجع. اليوم كلشي تيهضر عليا سينو سي ما فهمتش علاش، عيد ذكرى زواجهم ولا طلاقهم ولا انا ما فهمتش علاش. واحد حيت راه نفس لوكا كي تنقولوا في العرس نفس. اييه كما قلت هذه ماشي التجربه ديالي الاولى ولا الاخيره وما غاتكونش الاخيره اكيد، وكنتمنى لهم حياه سعيده والله يرزقهم الذريه الصالحه ان شاء الله. واهم حاجه في هادشي كامل هو الصبر والتفاهم. بالنسبه لي سينو سهام واحد الناس كانوا مزوجين ما كتابش تفارقوا وكل واحد شد طريقه، وهذا الشيء اللي كيبان لي انا احسن فاش يكونوا جوج الناس ما فاهمينش فواحد الدار، يعني من الاحسن انهم كل واحد يشد الطريق. هذا افضل من انهم، هذا افضل بالنسبه لي انهم يبقاو في المشاكل ويكبر واحد الاطفال اللي مرض نفسيا عندهم عقد نفسيه. دونك احسن حاجه هي الطلاق، وابغى الحلال عند الله. واجي نقول لك دابا انا راه كي بصراحه شي ميساجات بصراحه شوف الناس كيهضروا انا ما بقاش بقى بلا الناس. شي حاجه ضحكات شي حاجه طريفه شي تعليق على هذا اللقطه هذه اننا خصنا هذا رساله واحد الفيديو شفتو في انستغرام قال لك اسيدي رساله لوزاره الصحه انهم يسدوا والاطباء ياخذوا الاستقاله، راه شاكيره غتكلف غداوي الناس. وفعلا انا نداويكم اختي، اللي مريض يجي عندي نداوي فين المشكل؟ راك دواء اخويا انا دواء باقي تتعاود هادشي ديال الله انا اخويا دواء. ورا شوف كلشي دابا شي حد كان مريض وطلع عليه الدم وغضبان ولا شي وحده وقع لها شي مشكل وباكيه كتصنت الموسيقى وكتبكي ومن بعد كتضحك، كذلك شي وحده اللي كانت على الدم كتمشي لشي عرس كتنشط كتفوج كتبر ولا ما كتبراش. هذا احسن ما تمشي عند الطبيب النفساني وتعطيه 800 درهم ولا 400 درهم وتخرج تجي تمشي العرس كتشطح مع الموسيقيين ولا تشطح مع الراقصه ولا مع الشيخات كتخرج ناشطه كتخرج 5-5. دونك واش دواء ولا ماشي دواء دابا؟ ويقول لي واش دواء ولا ماشي دواء؟ ايوا بصراحه شي حاجه ماشي طبيعيه تشوفك هي تدخلي كلشي تيبدا زين اخويا. داكشي ديال الله القبول ديال الله اخويا، القبول من عند الله. وسير هو قلت لك دواء كنفرق الدوايات على الناس. قبل ديال الله اللي كيبغيه الله كيحبب فيه الناس من غير هذه اللي نتفاتني هذه. راه اخويا انا عرفت قلبك ابيض ومسامحه والله كل ماشي ما كنهزش في خاطري وما كنهزش في قلبي. دونك غير هو كون بقيت تما ديك الساعات تكون ما غنسامحش ليها. ما نقولش لك شنو غندير ولكن لا ما غنتفاش غير وحش. شوف ما كيدارش هذاك جيست ما كيدارش حشومه. كي قالوا لي الدري جات على قبلي كل ما جات على قبلي بغاتني انا تنبغي كي قلت لك الناس ما تنتفنيش. واحد السؤال عجيب غنستغل الفرصه نتاع هذا الواقع اللي وقعت لي، واش عمرها وقعت لك شي حاجه بحال هكا في شي عرس بصراحه؟ من غير التصرفيقه اللي خديت من عند في عيد الحب من عند المراه سبحان الله ديما كيوقع لي مشاكل مع ما فهمتش. اش كان وقع لك عاود هذاك في عيد الحب؟ واحد ديجا عاودتها بلا ما ولا عاود اسيدي. كان في عيد الحب كنت خدامه في واحد الغيسترون كاينه في مراكش وكاينين حاطين في كل طبله حاطين ورده. وانا فاش نزلت هو شوف السيد بان لي شوفاتو ماشي هما هذوك في الاول، هذيك اللي معاه عاقت به ودايره الخرقه وداكشي عاقت به، نط هزات الساك مشات التواليت هي ما مشاتش، هي مشات تسنى شنو غيدير. هو هز الورده عطاها لي، جات هي نطرات لي الورده صرفقاتني عطاتو بالساك وخرجت فحالها. دونك وحده والله ما واش انا نبقى عاقله؟ ما كنعرفوش كليان عادي كليان ولا يمكن معجم ما كنعرفش انا يمكن ما عرفتوش. وانا التمست ليها العذر حيت انا في بلاصتها انا غندير بحال هكاك. شوف هادشي راه ماشي جديد، هادشي ماشي جديد، هادشي قديم، هادشي قديم ماشي دابا، هادشي قديم. شخصية معروفة هادشي؟ شخصية معروفة. قرب لنا شوية في الغناء في التمثيل. لا 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 ماشي كاع في الدومين ديالنا بعيد. ولكن شخصية ثقيلة. ما
وزن عندها دابا يمكن كاع واقيلا خرج تقع شرف صافي ولكن لا ديك الساعات ما كانش شي بانين، ديك الساعات كان باقي شاد. نقول لك هادشي وقع شي 5 سنين ولا 6 سنين شي حاجه اخرى وقع صافي. لا هادشي اللي وقع خليني تنفكر لك نجيب القاع الخابيه، انا نسيت اخويا راه شوف ما حدتي في هاد الدومين والليل تتلاقي مع ناس مختلف الاجناس مختلف الاعمار، دونك راه بزاف الحوايج كيوقعوا غير اللي تفكرتوا دابا وصافي. كنقول لهم كنحماق عليكم بزاف وشكرا شكرا لكم على الرسائل ديالكم، والناس اللي كيقول لي بكينا معك شاكيرة، والناس اللي التمسوا لي العذر، والناس اللي ولاو تيقول لي ما كناش كنا واخدين عليك نظره، ومن بعد فاش عرفنا القصه ولا التسلسل ديال الاحداث كيفاش مريت من صغرك حتى لدابا توصلتي انك وليتي راقصه، عزيتي فينا وزنا بغيناك وكبرتي في عينا بزاف. كنقول لهم شكرا لكم بزاف والله يكبر بكم، حتى انا كنبغيكم بزاف وكيما قلت لكم انا نتوما تاج فوق راسي وبكم انا كاينه وبكم كنكبر ومعاكم كنكبر ديما. انا بوغوسا فين عمرني كنت خايبه، ولكن اليوم الانامل الذهبيه ديال هبه ربي يخليك بارك الله فيك. ديجا شاكره تبارك الله غزاله وزوينه، واللي دارت فيها كتجي زوينه ما شاء الله تبارك الله عليك. اشنو ديجا شاكره زوينه ياك؟ اشنو السؤال؟ زوينه بالماكياج؟ لا بلا ماكياج. درت تبارك الله عليها غزاله ما شاء الله، وعندها الجرأه انك تحط ستوريا ديالها بلا مكياج بلا فلتر بلا والو، ف ما شاء الله انا شاهده كاع الناس شاهدين راه عند الناس كاملين عند الناس كاملين. أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.